شي تكالبه شي تكالبه على وشكم فوتوا أمي فوتوا بخيل الله على قوتكم يلا خديجة أنا وحدة فيهم ولدي كريمة جابت بنت توم صبيان توم صبيان إيه معك حق شغلة بتقهر صبحية عطتك عمرة أمي صبحية الله يرحمها حق علينا أنه ابنها يترحم عليها مو يفكر كل عمره أنه أمه كريمة صبحية قبل ما تتوفى كان قلبها حاسسها أمنتني بابنها أنا حملت هالأمانة وحطيتها بحضن أمه الثانية أخ يا أمي أخ والله اللي عم بيصير ما عم أفهمه فهم علي الله يرضى عليك ما في شي بالدنيا كلها بيعوض حنان الأم مزبوط أمي هي قسمته بس ليك خديجة والله بتربيه وبتحطه بعيونها بعرف بس خديجة ما رح تكون أمه رح تكون خالته مرت أبوه ليش كريمة شو رح تكون؟ كريمة رح تكون أمه فهمت؟ وإذا ما عرفت مين هو ابن بطنه رح تعامله نفس المعاملة وما حدا بالدنيا كلها رح يعرف غير هذا الكلام آخ يا أمي والله حاسس حالي مطوش وماني عارفان شو عم يصير لا يا أمو الله يرضى عليك لا تقول هيك بكرة أولادك بيكبروا وبيصيروا بظهرك مثل السيف بتقول منيح يا أمي اللي عملتي هيك إيه بس هيك بنكون عم نظلمها لكريمة لا يا مو ما ظلمناها إذا ما عملنا هيك بنكون عم نظلم ابن صبحية الله يرحمها طول عمره بعدين تعال أقلك بكرة كريمة بتتعود عليهم وبتنسى الحكاية كلها بقى الله يرضى عليك بدي إياك تهدي وتكون قوي مثل أبوك الله يرحمه إن شاء الله أمي إن شاء الله